أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تنتهج مبدأ الحق في التنمية الاقتصادية كحق أساسي من حقوق الإنسان. وأكدت هالة السعيد أن هناك مؤشرا للفقر متعدد الأبعاد، وهو مؤشر مرتبط بالتعليم والصحة والخدمات الأساسية، وأن الفقر كان يقاس بمستوى دخل الفرد. التجربة التنموية المصرية كانت فين من هذه الأزمة؟ الحقيقة مهم ان احنا نؤكد انه مصر بتنتهج مبدأ مهم جدا، وهو مبدأ الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وده اللي قامت عليه استراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في 2016، وهي استراتيجية ورؤية مصر 2030. اللي راعت هذه الاستراتيجية إن أنا عشان أحقق تنمية اقتصادية ما أقدرش أحقق تنمية اقتصادية من غير ما أراعي البعد الاجتماعي، وأراعي في الأفراد الأقل حظا، وأراعي في إدماج الفئات ذوي الهمم. ما أقدرش أحقق التنمية الاقتصادية ولا تنمية اجتماعية من غير ما أراعي البعد البيئي، وبالتالي أحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الحفاظ على مواردهم الطبيعية. مهم أيضا أن احنا نؤكد أن الكلام ده تم تأكيده في الاستراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في مطلع في منتصف هذا العام 2021، وهي استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أكدت على الحقوق المدنية والحقوق السياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الإنسان المرأة والأطفال وذوي الهمم في كل هذه المنظومة.